السلام عليكم ورحمة الله. يعني نحن طبعا يعني في السودان يعني كل يوم يعني تظهر لنا زي ما نقول حاجات جديدة بتخلينا نحن ما نعرف نحن يعني شغالين في شنو ولا بنعمل شنو. يعني يعني حياتنا طبعا يعني كلها ثابتة، في عندها متغيرات كده ما معروفة هي. يعني انت تصحى الصباح بتلقى يعني في قرار جديد طلع يعني ممكن يغير حياة ناس كتار، يعني ممكن يغير حياة ناس كتار يا فوق يا تحت. يعني يعني ممكن الناس يعني تتضرر، يعني حتى الناس ذاته لما يجي يقول لك مثلا انت لو انتقدت يعني القرار ده او رفضته، يعني انت انسان بتبحث يعني عن مصلحتك الشخصية، وانا مصلحتي الشخصيه دي يعني ما من حقي انا ابحث عنها يعني ولا كيف؟ يعني يا اخي انا نفسي حاليا يعني داير اتكلم على انه انتو قراراتكم دي قرارات لا فيها مصلحه للبلد ولا فيها مصلحه للشغالين في مجال الصناعه ولا مجال الانتاج ولا مجال التجاره. يعني انتوا القرارات حقتكم دي يعني احنا ما يعني ما عارفين انتوا بتجيبوا الحاجات دي من وين؟ يعني الافكار دي ذاتها بتجيكم كل يوم الصباح، الواحد بيجي بيصحى كده من الصباح والله بيقول يا اخي والله انا شفته حمنع يعني شنو كده، حمنع استيراد العربات، حمنع استيراد العفش، حازيد الضريبه الجمركيه على العفش، حازيد الضرائب على ما عارف البلاستيك، حزيد الضرائب على المنتجات. انت شنو انت المواضيع دي تطلعها كده ارتجاليه كده؟ وطبعا انت عارف احنا ما قاعدين نتكلم في موضوع انه يعني بيفهمين احتمال يكون في ناس عارفين قبلها. يعني يعني في حملات، يعني ممكن يكونوا ناس يعني عملوا حملات يعني داخليه كده بيتوتيه، استعدوا يعني استعدوا للموضوع ده من بدري وجهزوا عرباتهم وحاجات. احنا لا بنفهم في الاقتصاد ولا عندنا علاقة بالاقتصاد حقكم ده، ولا بنتشرف ذاته انه يكون عندنا علاقة بالاقتصاديين ومسمين روحهم الاقتصاديين اللي اشتغلوا في السودان ده، لانه ده فشل، فشل من زمن الاستغلال. يعني من الاستغلال ان احنا الفشل الاساسي عندنا هو مشكلة ادارة الاقتصاد. يا اخي ما عارفين ان احنا الناس دي بتجيبوه من وين انتوا الناس دي الاقتصاديين دي؟ يعني الفشل وراء الفشل. يا اخي احترفوا يا اخي، وروا مشاكلكم الحقيقيه. اقول والله يعني احنا غلبانا الموضوع ده غلبنا يا اخي، زي موضوع انه شنو موضوع يعني القروش ذاتها، القروش العمله الصعبه دي. يعني انتوا يعني مشكلتكم في الدنيا دي انكم عندكم العمله الصعبه، العمله الصعبه شالوا العمله الصعبه ما ادونا العمله الصعبه. نحن دايرين نعرف انتوا العمله الصعبه دي حقتكم كيف. يعني عندنا مثلا عايد الصادر، عايد الصادر ده انا بمشي بجيب قروشي بلملم قروشي. يا اخي انت ما تقدر تدي تمويل من البنك، ما تديني تمويل يا اخي. انا بمشي بلقط قروشي من السوق، ببيع لي بيت، بجيب لي بتاع بتاع، بمشي بلملم البهايم دي بحقي بقروشي، بشتريها كاش من زول. يعني زول كده قاعد عنده البهايم دي حقته، انت الحكومه شيل من الزول ده قروش حقتك، انا اشتريت منه برضه شيل مني قروشك. عندك يعني عندك قانون بيكفل لك انك تشيل ضرائب، تشيل حاجات معينه، ما في مانع. جيت شلت الصادر ده ودفعت لك رسومك، دفعت لك جماركك، دفعت لك اي حاجه حقتك يا اخي، مشيت وديته، فتشت زول اشتري مني، اشتريت وجبت الدولارات دي. الدولارات دي لا، الدولارات دي حقتي يا اخي، حقتك بيتو فهم. يعني انت بتتكلم كيف انت حقتك بتاع شنو يا اخي؟ ما حقتك ولا اي حاجه، ما عندك فهم في حقك. انت ده طلعت قانون قلت والله يا اخي ان احنا عندنا نسبه من عائد الصادر حنشيله. يا اخي شلتها كويس ما بطل. يا اخي انت حشرك شنو يا اخي؟ انه انا اتمسح بالعائد الصادر ده ولا اعمل به اي حاجه انا داير اعملها؟ يا اخي ده سوق مفتوح، السوق ده انا بعرف انه بيمشي به شنو. انا عندي قروش داير اشتغل بها، انا اشتغلتها، انا زول تاجر، جبت القروض دي دار ابيعها، انت حشرك شنو بعدك؟ اعمل قوانين منطقيه. انت القوانين اللي بيتكلموا عنها دي عفا عليك الدهر، جربتها دول كثيره جدا في العالم،
ودول كثيرة جدا في العالم جربت القصص دي وفشلت وخلتها. يعني خلتها زمان، يعني العباط دي خلوها زمان، يعني الحاجات دي خلوها زمان زمان جدا. عرفنا ما مشكلة يا أخي، يا أخي عايز الصادر ده أنت تحكم فيه كده وبتاع وبله واشرب مويته كله، والناس الدائرة تصدر تصدر، والما عاجبه ما يصدر ده يجيب لك الحاجات اللي أنت بتتكلم عنها دي. يجي يقول لك واحد تاني، عرفنا أنتم محتاجين إنه الناس دي يجيبوا لكم الدقيق ويجيبوا لكم الحاجات الأساسية تحت البلد، ما في مشكلة خليكم في عايد الصادر ده كله خليناه. نجي لشنو؟ نجي للمشكلة كمان الكبرى اللي هي قروش المغتربين. قروش المغتربين يعني ان احنا نجي نلقى انه الحكومه يعني بتفتكر، يعني الحكومه بتفتكر انه قروش المغتربين دي ذاتها يعني هي دايره تتحكم فيها. يعني انا اسف انت هسه مثلا من القوانين والقرارات اللي طلعت هسه الاخيره دي بالذات قانون العباطة اللي حتتلي عباطات تانية، طبعا واضح يعني انه العباطة بتاعت انه انت يعني العربات دي تقوم تعمل عليها يعني كنترول وتكفيلها لمدة 6 شهور، تكفيل استيراد العربات. يعني دي اصلا حاجة يعني هتجيب بعدها حاجات تانية، واضح يعني واضح انه الفهم هيجي بعدها، يعني هتجيب بعدها تدخلات في جوانب تانية كثيرة. يعني انا داير اعرف يعني انتوا يعني دايرين انه القروش دي ما تمشي في العربات صح؟ لانها تمشي وين؟ لانها تمشي اليات ومدخلات انتاج. ليه؟ عشان الانتاج بتاع البلد يزيد. يا سلام يا اخي، ده حلم يعني رومانسي جميل جدا. كلنا نحن دايرين نعمل كده، كلنا نحن قاعدين في المنطقه الصناعيه دي لينا 20 سنه قاعدين في المنطقه الصناعيه دي كده ومتمحنين قاعدين بنتمنى انه كيف نحن نحل المشكله دي، الحلم الرومانسي ده، انه نجيب نحن مدخلات الانتاج ونجيب الخام ونجيب الماكينات ونجيب المعدات ونجيب التقنيات ونجيب الاليات ونقعد نحن نفتر رقبتنا كده ونطلع ببلدنا دي نعملها بلد صناعيه، نعمل صناعات غذائيه كبيره، نستفيد من المواد الخام، نستفيد من مدخلات الانتاج الموجوده في البلد حقتنا ونطلع ببلدنا دي السماء. دايرين نعمل كده، ونحن دايرين نعمل كده لانه احنا قاعدين محكوكين في البلد دي. ما انتوا السياسيين اللي قاعدين ليه لا في ليه برا كل مره في دوله وبتاع، نحن اللي قاعدين في المنطقه الصناعيه دي نحن اللي دايرين نعمل كده، ونحن الرجال اللي بيعملوا كده، الرجاله دي حقنا نحن في المنطقه الصناعيه. يلا يا يا حبيبنا، انت داير قروش المغتربين دي، المغتربين دي يبقوا وطنيين وانه يخشوا في الحلم الرومانسي ده ويجيبوا اليات ويجيبوا مدخلات انتاج ويشتغلوا، يستوردوا بقر فريزيان ويجيبوا الحاجات دي كلها من برا. يا باشا يا الفالح زي ما بيقولوا، يقوموا شنو؟ يقوموا يشتغلوا في الانتاج. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا اخي، يا اخي انت زول عجيب. اصلا الحاجه دي بتكون في سبب، في لحظه واحده بس وفي سبب واحد بس، سبب انه الزول بيجيبنا لما يشوف الناس قادره تشتغل. اي زول جاب اليات وجاب مدخلات يا اخي، عليك الله انت الاليات اللي لسه قاعده ملقحه في المنطقه الصناعيه ما قادره تشتغل دي، عشان لا في كهرباء لا في اي خدمات. يعني حاول حل مشكلتها كده، خليها هي تشتغل اول عشان الناس دي اللي ينجحوا وبتاع ويدخلوا قروش في جيبهم، وبعد ذاك انا المغترب ده اجي اقوم اتشالك وقبة يعني عبقرينه واقوم شنو؟ واقوم اجيب قروشي دي اللي انا لعبت فيها واختربت ليها وقعدت القطها ب الألف درهم والألف ريال والألف دولار، عشان شنو؟ عشان أجي أقوم شنو؟ أدخلها في الحفرة بتاعتك اللي اسمها الإنتاج في السودان دي. دي حفرة كبيرة جدا جدا، حتلة يا أخي. أنت يا أخي ما ممكن أنت أصلا ما تصلح السياسات ذاتها، تصلح العظم اللي هو بيستوعب الحاجه دي وتيجي تقول للناس تعالوا. الناس دي بيجوا اصلا، اي حاجه شفتها بتجيب قروش في الدنيا دي الناس دي بتجي طايره لا طيران. يعني لو بقى مصنع الورق ده بيجيب قروش، كل السودانيين ده بيجوا بيشتغلوا مصانع ورق، ما في حاجه اسمها هنا. لو بقى في مصنع، لو بقى في دكان عصير المانجا ده بقى بيجيب قروش، كل السودانيين حتلاقيهم عملوا دكان بتاع عصير مانجا. الحاجه دي ما بتجيب الفرد،
عرفت وانت تجي بالفرض وبالسياسات القمعية دي، عرفت يا باشا؟ الحاجة دي بتجي بالتحفيز المنطقي والحقيقي، يعني فعلا انه الناس يكونوا ناجحين وشايفهم قدامي انا ناجحين في اللحظة دي، انا بقوم بجي بشتغل الشغل ده. فيا جماعة الكلام ده خطأ كبير جدا جدا. بعدين يا اخي انتوا بتفتكروا الانسان ده مكنة يعني ولا شنو يعني؟ يا اخي كماليات، يا اخي داري كماليات يا اخي. انا مغترب، انا اسي، انا ما مغترب، انا اسي علي ده ما مغترب، لكن افتكروا انه انا مغترب، انسي انا هتقمص مكنة المغترب. يا اخي انا مغترب يا اخي، عندي قروش، عندي قروش. انت تفتكر حياتي يعني انها شنو ما فيها كماليات يعني ولا شنو؟ يا اخي حياتي كلها كماليات، كان عجبك كان ما عجبك. داير اركب عربيه نظيفه، انا قاعد مغترب برا عشان اجي اركب في البلد دي عربيه نظيفه كده بميضه. بحقي يا زول انا قريت جامعه وقريت شهادات وعملت شهادات ومشيت اخترت واشتغلت برا في ارقى محل في العالم. الناس اللي برا ديل اقتنعوا اني انا زول كواليفايد وشغلوني. فهمت يا استاذ؟ شغلوني يعني شغلوني وبيقوا يدوني بعملتهم اللي هي ما زي عملتك. يا اخي دار اي بلدي هنا دار اركب لي عربيه نظيفه يا اخي، من حقي يا اخي. دار اركب موديل السنه بس اصلي، دار اركب 2020 دي، دار اركب 2002 2021. يا اخي ده حقي يا اخي. وانا بجيب كيف البلد دي؟ انا لازم استمتع بقروشي دي يعني، لازم انا اكون عندي مستوى بتاع حياه، ليفل بتاع حياه معين انا داير اعيش فيه. عشان كده انا طلعت من بلدك دي يا اخي. انت مش داير نرجع تاني؟ داير نرجع تاني، لازم اعيش الحياه دي. يعني مثلا انت بتفتكر انه العربيه النظيفه يعني كماليات؟ اي يا اخي كماليات يا اخي. الطقم بتاع الجلوس في البيت ده وقف العمل تاخد فيه ضرائب كثيره، جمارك كثيره عشان كماليات. المكيف بتاع الزبيلي ما عنده كهرباء اصلا، وبعد ده لما نجي اجيبه ادخل فيه وتقول لي والله يا اخي دي كماليات وقله ادب لازم نطربك فيها في الجمارك. تجي بعد ذاك يا باشا تخش في الحاجات الكثيره الثانيه. يا اخي انا بجي السودان ليه؟ يا اخي انا ما داري اعيش حياه سمحه في بلدي يا اخي. ما ممكن تكلفه الحياه السمحه دي تزيد الزياده الشديده دي يعني. ما ممكن الكلام ده، ما منطقي. ما في زول بيجيك البلد يا اخي، ما في زول بيجيك ولا بيجيب عملتك. يا اخي انا بمشي بربع السعر اللي هنا بشتري بيه عربيه، بمشي بشتري عربيه انظف من العربيه هنا في السودان. بشتري مكيف، بشتري عفش، بشتري حاجات في العالم كله كده في مستوى معين. انا عشان اجي السودان واتحفز اني اجي السودان واقعد في السودان لازم اوفر لروحي الحاجات دي. انت لازم تقلل تكلفه الحياه الكريمه والشريفه والحياه الراقيه والنظيفه اول. فهمتني؟ بسياسات عديل يعني. لازم يعني انت لازم يا حبيبنا تفكر انه الانسان ده بيفكر كيف. يعني انا المغترب ده اجيب قروشي هنا بيض وفاهم في حفرتك دي. فهمتني؟ يعني لازم انا افكر، لازم انت تفكر تخد روحك في محل دي، في محل ده. اول حاجه انا يا اخي داير كماليات يا اخي، داير اقل ادبي يا اخي. اذا كل المغتربين اجمعوا انهم دايرين يقلوا ادبهم يا اخي، خلونا يقلوا ادبهم في البلد. ان شاء الله لو في كله يعني مكيف جابوا لك دولار، بالرغم انك انت بتشيل في كله عربيه بتشيل حقها مره ونص دولار، وبعد ما عاجبك سعادتك لسه يعني انت سعادتك يعني شنو يعني داير اكتر. بس حاليا يا جماعه يعني الشيء اللي نحن زادنا دايرين نتكلم فيه انه الشيء ده ما بس يعني في الكماليات بس، ده بأثر على حياة الناس كاملة يعني. يعني يا سيدي احنا عندنا مثلا صناعة البناء والتشييد دي انتهت صناعة البناء والتشييد بالسياسات المتخلفة اللي هي السياسات الجمركية والسياسات الضريبية اللي بتتخطى على مواد البناء. مواد البناء دي ذاتها ما تعتبر مدخل انتاج يا اخي. ما ممكن يا اخي انت بلدك تكون اغلى بلد فيها بنيان. شغل البنيان حيضيف، الناس ما حيكون عندها قروش، الناس ما حتقدر تشتغل كده. في ربط يعني. انا ممكن حتى لو نقصت لي تكلفه هذا البناء وتكلفه البناء في السودان، الزول لما يبني بيكون ما داير يبني بس يعني داير يسكن. فهمتني؟ وفي تكلفه اسمها تكلفه السكن. تكلفه السكن دي العفش ده جزء منها والمستوى بتاعه جزء منها. لازم انتوا يا جماعه جربوا مره كده، فكروا في راسكم ده كده انتوا كاقتصاديين
عندكم مخ وبتفتكروا انكم شايلين شهادات وبتاع. ما أستي كل السنين الفاتت دي حتى في عهد النظام الفات ده ما كانوا كلهم خريجين جامعة الخرطوم وكامبريدج وبتاع وقصص ودرامات. يعني هم ديل قارين وين يعني؟ القانون جونا هنا ديل عاملين فيها اقتصاديين ولا السيو ديل بتاع قارين وين يعني؟ يعني انتوا بتفتكروا روحكم يعني احسن من منو يعني؟ يعني مين استغلال السودان؟ احنا قاعدين في الحفره بتاعت الفشل دي لافين في الدائره في التراك ده. قفلوا سووا بتاع ديل شنو ديل يا اخي؟ ديل بشر جو من وين ذاتهم ديل يا اخي؟ الاقتصاديين بلا زفت الطين. ما في حاجه اسمها ده كلام فارغ ده يا اخي. حتى التوصيات دي ذاتها بتجي من منو ذاته وبتاع وبيتعمل شنو؟ ما في منطق. يعني هو اصلا السياسات دي ما عندها منطق. المستوى بتاع الحياه الممكن انت توفرها للانسان السوداني ده اكبر حافز لانه يجيك في السودان ويستقر وبعد ذاك يستثمر. يعني انتوا عمركم كله قاعدين زي ما بيقولوا تبحتوا في الواطه لكن ما بتحاولوا فوق للمطر. يعني ناس دايرين حقه ومسيناه وبس. يعني نسي امسك ليب عليه. ما دايرين تفكروا انه زول ده يا اخي السودان ويقولوا يفكر يا اخي والله يا اخي انا بنيت لي بيت ظريف وبعد ذاك هي والله يفكر انه يعمل له ورشه ويعمل له مكنه. ما بتفكروا كده. ما دايرين الزول ده يجي ذاته اصلا. ما دايرين انه يجي مين اللي ده طق 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 بس كده شفتوا تقطعوها معاه يا زول يا اخي المغترب ده ما خلاص يا اخي دفع عليك ضرائب وخلاص كفايه. داير منه شنو يا اخي؟ خليه يعيش حياه شريفه نظيفه يا اخي. خليه يعيش حياه شريفه نظيفه عشان يقدر بعد ذاك يفكر انه يمشي لقدام. خليك من المختلف يا اخي. احنا ذاتنا اللي قاعدين في البلد دي ما قادرين نعيش الحياه النظيفه دي. ليه يا اخي انت ترفع علينا تكلفه الحياه كده يا اخي؟ ليه يا اخي انت الراحه اللي تحت الانسان ده يعني البشر ده ذات والانسان ده ذات كراحه دي ما حافز للانتاج. كونك انك انت تكون مرتاح انه تجيب شوف يا اخي لعب الاطفال كماليات ما تجيبوها. كونك انك شنو كماليات بلاستيك كماليات مكيفات كماليات عفش كماليات يا اخي كماليات بتاع شنو يا اخي عليك الله يا اخي؟ دي قد حاجات اساسيه في حياه كل الناس في كل العالم. نحن بكلامكم ده لا بتودوا اليات الناس بيجيب اليات ولا بيجيب مدخلات انتاج. ما في زول لا حيجيب اليات ولا حيجيب مدخلات انتاج. دي سياسات ما عندها اي فهم. سياسات جربت واللي بيجرب المجرب ده يعني معليش يعني راسه ده ما تمام. بعدين يا اخي الناس دي هذا مكان هذا ما اشتغلت قاعده في المنطقه الصناعيه مش لهم شوفهم لا اديتهم كهرباء لا حفزتهم لا عملتهم لا اي حاجه. ده بس ما تتحكموا في الناس بالسياسات. تحكموا في الناس يعني حاولوا كده تحكموا في الناس بانكم تجيبوهم اول. خلوا الناس تجيبهم خلوا الناس تجي البلد دي بحيث انه ممكن توفر لاطفاله ولاسره حياه كريمه عربيه بيت نظيف عفش كده. الناس دي بتجيب كيف يا اخي؟ الناس هي هدفها في الحياه شنو؟ الزول كله بيعيش كلها الزول بيعيش في الدنيا دي كلها 50 سنه 60 سنه بيكون داير 50 سنه و 60 سنه دي يكون قاعد في علبه كده نظيفه حياه كده نظيفه. ده رغبه اساسيه لكل انسان. انت ما بتقدر الحاجه دي تمنعها ولا تغيرها في الانسان السوداني. ما بتقدر يعني ما بتقدر ابدا انك تغير الحياه. عشان كده نحن بنفتكر انه اي سياسه غير تحفيزيه في الفتره الجايه دي سياسه ما حتخلي الناس يجي السودان وما حتخلي اي مشكله في البلد دي هتتحل. شكرا.